السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده وفي نهار جديد. ونتمنى بنياتي يلقاكم هذا الفيديو وهذه الوصفه في احسن احوال. كلكم بنياتي اللي داخل الوطن واللي خارج الوطن، كلكم المتتبعات ديالي الوفيات العزازات اللي كتبعوا لاله بهيجه، كلكم مرحبا والف مرحبا بكم بنياتي. وراني كنقرا التعاليق ديالكم وكنقرا حتى الطلبات ديالكم. راني الطلبات ديالكم راني شتها وعرفتها وغندير لكم ان شاء الله طلب تلو الاخر. حفزوني وشجعوني وعطوني تحفيز، وما تنسونيش من الاشتراك ومن اللايك والبارطاج ايضا. وان شاء الله انا معاكم ان شاء الله بكل فرح، بنياتي كاع طلباتكم غننفذها لكم. بعد ما درت الوصفه ديال زياده الوزن جاوني تعاليق كيقولوا اخالتي كتهتمي غير اللي باغي نزيدوا في الوزن، حنا باغي نقصوا بالوزن. هذه هي الدنيا، شي باغي يزيد في الوزن شي باغي ينقص في الوزن. واليوم حتى نتوما بنياتي غندير لكم خاطركم وندير لكم واحد الوصفه حتى هي كما قلتوا لي ساهله ماهله، كي الوصفه الاولى تكون ساهله ماهله باش نزلوا في الوزن بكل فرح. بنياتي وليداتي غندير لكم هذه الوصفه ان شاء الله، راها وصفة رائعة ومجربة بإذن الله. كتنزل الوصف كتنزل يعني الوزن حتى هو بسرعة البرق. اتبعوا هاد الوصفة إن شاء الله بدون ما نديرو رياضة أو نتعبو راسنا أو نديرو ريجيم أو نديرو شي مشاكل أخرى. ديرو غير هاد الوصفة وغتشكروني عليها وغتحنوا لي الوالدين عليها. راها وصفة رائعة، وصفة مجربة ومضمونة وزوينة. اتبعوا ديرو هاد الوصفة وغتحنوا لي الوالدين إن شاء الله. بسم الله على بركة الله، اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة كالتالي، المكونات بإذن الله المكونات ساهلين ماهلين. أولا المكون هو يعني الزبادي. الزبادي احنا كنقول لي دانون يكون طبيعي بدون سكر، هانتوما يعني كتشوفوا بدون سكر طبيعي ناتيغ. هادوك هاد البيرلي مبدلينه في الالوان، يعني اللي بالسكر كيكون هاد اللون يعني بلو سيال، كيكون بالسكر هذا جبل طاري طبيعي بالسكر، وهذا كيكون ناتشورال يعني بدون السكر. غتاخذوا لان حنا غندير الرياضه ديال زياده الوزن كنديروا هذا بالسكر، اما اللي نقاس الوزن كنديروا بدون السكر، لان السكر حتى هو راه كيرفع لنا الوزن ديالنا. قد ما بغيتوا تنزل الوزن ديالكم راضي عليكم بنياتي غتحيدوا السكر نهائيا نهائيا، مابقاوش تناولوا، لان السكر حتى هو كيرفع الوزن وكثير في البطن، كيولي عند البطن متدليه باكل السكر. نتوما اللي بغيتو تنخفضوا، او هذه وصيه مني لبنياتي، حيدوا السكر باش ان شاء الله يتخفضوا الوزن ديالكم. وغنوريكم هذه الوصفه راها ساهله ماهله ان شاء الله. غناخذوا يعني عبوه وحده ديال بيرلي او دانونز او زبادي الماركه اللي كتبغيو بدون السكر. بدون السكر اش غنديروا؟ ونحتاجوا واحد المكون اخر هو الكمون. الكمون مطحون بلدي. الكمون انت كتعرفوا ان الكمون راه فيه مواد نافعه كنزل لنا الوزن، وايضا فيه الحديد في اللي ناقصوا الحديد في الجسم يتناول الكمون. الكمون زوين 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 وتيخفض حتى الوزن. وكاين مكون اخر هو ليمون حامض. ليمون حامض كتعرفوا كيحرق الدهون في الجسم وتينزل لنا الوزن ديالنا من الجسم ديالنا. راه هذا الحامض راه زوين زوين بزاف وتينظف لنا حتى الجسم ديالنا من السموم. الا كان عندنا السموم في المصارن وفي المعده او عندنا شي مشاكل، هذا الحامض تيحيد لنا كيقصد لنا الجراثيم، تيقصد لنا كلشي المشاكل اللي كتكون عندنا في الجسم ديال يعني الميكروبات. وايضا حتى كتنزل لنا حتى الوزن بسرعه، اللي كان عندك الوزن زائد ما كيخليش لك الحامض. راه زوين 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 بزاف. ودوكا غننتقلوا الى الطريقه باذن الله. ننتقلوا الى الطريقه ان شاء الله. الطريقه راه ساهله ماهله. كتاخذي واحد الحك ديال الزبادي، يعني عبوه ديال علبه الزبادي، وغنديروا فيها ان شاء الله. انا غنحيد ليها الغطاء ديالها، وكنديروا فيها معلقه ديال الكمون. هذا الكمون يكون مطحون، كنديروا فيها معلقه ديال الكمون وغادي نخلطوا ان شاء الله. غنخلطوا هاد العناصر ديال الكمون، ها هو الكمون مع هاد البيرلي. هانتوا
نخلطو وغنزيدو كيمشي مع معلقه او نص حامضه، نص حامضه يعني نص ليمونه، نعصروها على هاد المكونات بحال هكا. نحيدو طبيعه العلف وغادي نعصرو، ناخدو الحامض راه زوين زوين بزاف. انا بنياتي درت لكم خاطركم باش تقولوا خالتي راه ما درتيش لنا الوصفه ديالتنا. ها نتوما غتخلطوا هاد الحامض مع هاد الكمون مع هاد البيرلي يعني هاد الدانون، ها نتوما كتحصلوا على الوصفه رائعه. هاد الوصفه راه ناسفه للدهون، غتشكروني عليها. لأن البطنه كانت عندك متدليه، الوزن عندك زايد، عيطي بيا وديري هاد الوصفه راه زوينه. اش كديري امتى كتناولوها؟ كتناولوها يا اما قبل الاكل يا اما بعد الاكل اللي بغيتو، وانا كنفضل بعد الاكل تكوني كلتي باش تنسف لك هذوك الدهون من بعد الغداء ومن بعد العشاء. عبوه صوبيها مني تصوبيها وتخليها حتى تاكلي وديريها هي ديسير، هي الاخير من ورا الاكل باش تنسف لك هذوك الدهون. وديري عبوه اخرى اخر حاجه هي قبل النوم، قبل النوم ديري هذه العبوه، ديرها تصاوبيها بحال هاد الطريقه وتاكليها اخر قبل النوم. وديما تسمري عليها، بقيت تسمري عليها وكتكوني عابره راسك يعني وازنه راسك قبل ما ديري هاد الوصفه، وتبداي تتوزني تتعرفي راسك انك شحال بغيتي تنقصي من الوزن او من البطن باش تنقصي يعني تخفضي الوزن ديالك وتوقفي عليها. صافي توقفي على الوصفه، الوصفه راه رائعه وسهله ماهله من المطبخ ديالك. غتستعملي هذه الوصفه لانزال انقاص الوزن بطريقه سهله ماهله وبثمن ضعيف جدا. ما تحتاجي حتى شي مشكل، ما تحتاجي ديري رياضه، ما تحتاجي ديري ريجيم. الريجيم الوحيد هو السكر، تحيدي السكر واكل الخبز. اكل الخبز، عندك الخبز والسكر هما اللي كيزيدوا في الوزن وفي البطن. الا حيدتوا هاد الجوج غادي تنجح لك الوصفه 100%. وهذه وصفتي اللي جبت لكم بنياتي اليوم. وصلنا لنهاية الفيديو، ونتمنى تكونوا شفتوا الوصفة من أول إلى آخر. راه وصفة رائعة جدا لإنزال الوزن، غير تبعوا هاد الوصفة راه زوينة. وحتى هي كتكون وخا كتكون ما فيهاش السكر، راه ملي كتاكلوها راه بنينة بنينة، وزعما ما غاديش تقولوا لا راه ما بنيناش، راه بنينة ومع داك الحامض. غير كلوها وبالشفاء والعافية وبالصحة والعافية إن شاء الله، وإن شاء الله يديروا النية وديروا هذا الوصفة إن شاء الله غتكون الخير بإذن الله. وما تنساوش قبل ما تخرجوا من الفيديو كما كنقول لكم بنياتي، ما تنساوش الاشتراك إلا ما كنتيش مشتركة، تكوني غير سهوا منك ما تكونيش مشتركة، اشتركي وما وفعلي الجرس باش يأتيك الجديد. وما تنسيش واحد اللايك لخالتك بهيجة، وإلى اللقاء في فيديو آخر وفي وصفة أخرى من طلبكم أنتم إن شاء الله. ومع السلامة، ومع السلامة بنياتي كاملين.